القهار والصلاة على النبي وصحابه الله يرحم الشهداء الله يرحمهم ويسعيهم دائما. اللي رانا بفضل النعمة هذه رانا نتنعموا اليوم هما دفعوا الحياة تاعهم ثمن. نبدأ باسمك يا الواحد القهار والصلاة على النبي وصحابه محمد حبيب ربي بولنوار من جاب القرآن واختم كتابه. الله يرحمكم يا الشهداء الأبرار يا من حررت وطنكم وترابه. الله يرحمه. الله يرحمكم يا الشهداء الأبرار يا من حررت وطنكم وترابه. وقفتوا رجال ضد الاستعمار وفرنسا وقوات هجم الأخابه. تعهدتوا عهد سبلتوا الأعمار ودخلتوا التاريخ من كل أبوابه. تعهدتوا على الموت أو الانتصار وضحى منكم كل واحد بشبابه. واحد ودع زوجته وولاد صغار، واحد أمه وأب أهله وأحبابه، وعشرته مثل الصبوعة في لوعار والعدو عليه ليام صعابه. وعقدتوا العزم على الاستمرار، ما خفتوا عتاد منه وتهابه، قوة عظيمة انتشرت انتشار والشعب الجزائري زاد عذابه، طائرات الحرب تقصف الدوار وتحطم بنيان عالي وترابه. بوارج مرصية شط البحار، إذا ضربت الأجبال يتهزوا رابه، دبابات تمشيط ومعاهم الإشار دخلوا في الوطن زادوا خيار خرابه. نقاط التفتيش والجند الحقار ومن يتكلم حق زادوا عقابه. انتهكوا حرماتنا من دار لدار وصبيان مع نساء من الخلع عذابه. استعملوا حتى سلاح الدمار وشوه خلق كثير في الدنيا عابه. وانتم السيادي اتخذتوا قرار لرجوع فيه ما تستجابوا حتى تكون بلادكم حرة أحرار. مليون ونص شهيد مكتوب حسابه. 19 مارس يا حزب الثوار ونفتخروا بتاريخ أنتم كتابه. نترحموا لأرواحكم في كل نهار دقيقة الصمت أمام درابه. خلونا كلام طيب رانا نمشوا به وننوروا به المجالس، واحنا الله يجعل رب العالمين كلها في ميزان الحسنات. قبلنا اجمع الشمل من كل الولايات وفرح بنا فرحة كبيرة وبمناسبة عيد النصر. الله ينصر ان شاء الله والله ينصر كل الشعب الجزائري ونتمنى لهم التوفيق. والحاج حميدة ندعو له ان شاء الله السداد والرشاد وان شاء الله ربي يبعد عليه الفساد ويحفظ الاولاد ويرحم له الاجداد وان شاء الله يزين له الميعاد والشيء ان شاء الله اللي يتمناه ربي يفتح عليه ويقضيه ان شاء الله يا ربي وربي يحفظ الاولاد. وانتم ثاني ربي الصحافة الجزائرية اللي راكم واقفين ربي ان شاء الله يوفقهم لما فيه الخير خير الجزائر والله يرحم الشهداء. رانا محتفلين بعيد النصر 19 موافقين بعيد النصر 19 مارس وهاد المعروف اش غادي نقولوا الله يعجل حميده يبقاك النواره امين وجماعته وكاع الضياف اللي جاوا مرحبا بهم كاع الضياف اللي جاوا من كل ولايه مرحبا بهم. نشكروا الاخ حميده على هذه المناسبه وراه كل عام يلم هذا الشمل ويعرضها في هذه الولايات من كل انحاء الوطن بمناسبه عيد النصر 19 مارس. الله يرحم الشهداء الله يحفظ بلادنا والله يسترها والله يحفظ رئيسنا وبلادنا ان شاء الله. بمناسبه عيد النصر 19 مارس سي حميده وهران راه دار هذا المعروف في صدقاء للشهداء وصدقاء على الوالدين ولما الجماعه كامل من الشعراء لما الطلبه لما يعني كامل الجميع ودار هذا المعروف لا يحفظه ويستره الله يجعل الله يخلف له ما انفق والله يستر عليه والله يرحم به الوالدين والله يفتح عليه والله يستر عاقبه الله يستر له العاقب والرئيس نتاعنا لا يحفظه والله يستره والحدود الله يحفظها الله يحفظ لنا الجزائر الله يعمر السدود يزيدك زيد.